متابعينا الكرام، متابعي موقع بصراحة، معكم محمد الجندي، واليوم الظهور الثاني لشريف. شريف ابن يعني ابن مصر اللي اتنصب عليه فيه 1.5 مليون سبيكتين ذهب، مفكرهم بمليون ونص، طلعوا ب200 جنيه. مصيبة سودة طبعا النهاردة، بعد ما كان تاجر كبير قد الدنيا، النهاردة للأسف مفيش معاه إلا ال200 جنيه. ايه هما ال200 جنيه؟ السبيكتين الذهب اللي هو اشتراهم بمليون ونص، معاه بس ب200 جنيه، ب200 جنيه. شريف هيقول لنا ايه الحكاية، ومعاه طبعا المحامية المتبنية القضية بتاعته، واستاذة طبعا زي ما احنا زي ما احنا عارفين. شريف قول لي ايه اللي حصل معاك وبدأت القصة ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القصة بدأت اللي انا ما كنتش اعرف ناصر ده. وربنا كده السبيكتين دول دول بكام يا شريف؟ مليون ونص. دول مليون ونص؟ يعني دول بمليون ونص؟ والحقيقة بتاعتهم بكام؟ المصيبة بتاعتهم بكام؟ مش عارف ان حاسب كام والله. يعني ب200 جنيه. 150 150 200 جنيه. دي مصيبة. دي مصيبة. من مليون ونص ل200 جنيه؟ انت في مصيبة يا شريف. ايه اللي حصل؟ بدأت القصة ازاي؟ القصة بدأت اللي هو اتعرف عليا ناصر ده، وقال لي ان انت مسحور وبتاع، ولازم نجيب لك شيخ عشان خاطر يعالجك وكده. وانت ازاي دلوقتي بقى عندك 33 سنه وما اتجوزتش، وجاي لك عقده من الجواز ومش عايز تتجوز والكلام ده. دي البدايه يعني. تمام. كنت شغال بمارس يوم عادي وزي الفل وبكسب كل يوم الحمد لله، وربنا مرضيني والحمد لله رب العالمين، وعندي بدل المخزن قلت 4. قلت انت تلعب؟ انا ما قلتش العب. انا تاجر يعني. هو اللي عرض عليه. هو يعني عرض عليا اللي هو ايه، خلاص كفايه شقه. تمام. فانا برضو الطمع برضو دخل جوايا اللي انا هطلع 1.5 مليون. وبعد 3 شهور المفروض اللي هو بعد 3 شهور يعني هكسب كويس، هكسب القد يعتبر يعني. هكسب مكسب كويس. هكسب القد. الذهب وتجارة الذهب حلال شرعا. ما انا سالت شيخ وقال لي حلال. تمام. اللي مش حلال ان انا اشتري ذهب بمليون ونص ويطلع ب200 جنيه، هو ده اللي مش حلال. واللي مش حلال برضو اللي انا اتاذي. ما بص، لو على الفلوس بتتعوض وكل حاجه، ربنا عوضه جميل. تمام. واحنا بلدنا فيها قانون. بلدنا كده كده يعني فيها قانون. ولو انا يعني انا لو يعني انا يعني انا يعني قادر ان انا اعمل معاه حاجات كتيره. يعني هو يعني مثلا ايه، انا شقه عمري يعتبر راح يعني. واخد فلوس من الناس وداخل 4 جمعيات ما دفعتهمش، وفي ناس تشهد على الكلام ده، والله يشهد على الكلام ده قبل اي شيء، ربنا شاهد يعني. تمام. بعدها دخلت معايا، كنت اكني مغيب يعني، اكني يعني مش عارف اجيبها لك ازاي يعني، مش داري اصلا باللي انا اصلا بعمله، فاهمني؟ 200 جنيه على الارض. ف جيت طمع دخل جوايا الصراحه. تمام. عشان ما بقاش يعني ايه، ابقى صريح مع حضرتك. اي تاجر يعني، بص احنا لو يعني اي تاجر بيحب يكسب. تمام. وبتكبر تجارته. تمام. ده حصل معايا يعني. التجاره، انت بتتاجر تجاره حلال. تمام يا استاذ محمد. كلامك كله تمام. انت لو صفيت حاجتك يعني هتصفي كام؟ قلت له ان ليا فلوس في السوق ومعايا قرشين مثلا وداخل جمعيات وهعرف امسك قرش، انا عارف اجمد قرش. قال لي مثلا يعني لو جمدت هتجمد كام؟ قلت له حوالي مثلا ايه، اول حاجه قلت له 500 الف، ممكن كله مليون لو صفيت كل اللي في المخازن. انا استاذ محمد ما صفيتش المخازن بس، انا حتى المخازن اللي معموله شلتها من الارض وبقيت ببيعها عشان خاطر اجمع المبلغ ده. تمام. اتفقنا. اللي هو شغال في سبائك الذهب، وشغال في بيلم يعني هناك في المنطقه عندنا جنيهات ذهب وسبائك ذهب والكلام ده. هو راجل تاجر وراجل لو شفته يعني محترم. هرب ولا موجود؟ ده هو من ساعه ما هو عرف ان انا عرفته وهو اختفى، ودايما كان بيتهرب مني، وعندي رسائل وعندي كل كلمه بقولها اتحاسب عليها قدام القانون، قدام ربنا قبل اي شيء، وقدام القانون وقدام اي حد. تمام. انا اتدمرت، فما فيش حاجه كده كده تاني في الدنيا بقى عليها. بس احنا ملتزم بالقانون ان هو الوحيد هو اللي هيجيب لك حقك. وهستاذنك في حاجه، هروح للاستاذه منى وهرجع لك. تمام. اتفضل. القانون هنا مع اللي اتنصب عليه ولا مع مين؟ اكيد طبعا مع اللي اتنصب عليه. كل واحد بيبقى ليه حق هياخده، ومدام لجأ شريف للقانون
وده كان اول في البدايه خالص انا كنت برجحه ان احنا نبدا خطوه ايجابيه، لازم نعمل محضر، لازم نتجه ان احنا ناخد حقنا. انت دلوقتي خلاص يعني هندور على الخساره، انت كده خسرت، مفيش حاجه تانية هتبكي عليها ولا هتخسر. اللي هي يعني افظع حاجه في الخساره دي انه راميهم على الارض ومش فارقين معاه. معلش معلش يا استاذ محمد، هو كان الله في عونه يعني، هو برضو يعني كتر خيره. ده الصندوق ده اللي انت خدته هديه معاك. اه ده الصندوق اللي كان مكتوب فيه الحاجه اللي هي كانت مكتوب بمليون ونص. اه بمليون ونص. هو في زول يا استاذ محمد. ايوه فاهمك. دي في شقه يعني، سواء ده اول بس اعمله مع حضرتك او تاني بس او عاشر بس، تمام. انا عايز اوصل يعني، عايز حد اللي هو ايه قبل ما انا ارتكب، مش عايز اوقع نفسي في غلط. لا انت انا عايز حق. انت لما بص، انت كل ما كل كلامك معانا ان انت بتقول انا عايز القانون يجيب لي حق. بالظبط. انا عايز الدوله تجيب لي حق. بالظبط. وعندنا عندنا عداله يعني. يا استاذ محمد احنا في كارثه. في اربع مخازن. عارف يعني ايه؟ انا معايا 12 واحد سابقتين يشتريهم بمليون ونص على امل ان بعد 3 شهور او سي بعد سنه، بعد شهر اتنين هيبقى فيها مكسب. من المحتمل المكسب حلال. تمام. فين بقى الحلال؟ الحلال يبقى الحلال يبقوا 200 جنيه. هو ده الحلال؟ هو ده الربح؟ هو ده الشقه؟ هو يعني هو كتر خيره ان هو لسه بيعافر. هو عنده امل، هو عنده امل ان حقه يرجع. يعني هو مش عايز مكسب. القانون هيجيب له حقه اكيد طبعا. اكيد طبعا. هو ده اللي احنا بنسعى فيه دلوقتي. تمام. وطبعا ان شاء الله قريب قوي هنبين لكل في حوار ان شاء الله قريب، بس هيكون بقى تفصيلي. استاذه الاجراءات المفروض تكون بسرعه علشان المتهمين ما يهربوش. والله 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 بص يا استاذ محمد، يعني احنا ما قصرناش. بس انت عارف ان كل حاجه بيبقى ليها نسبه وتناسب. بمعنى يعني انا ما ينفعش خطوه تسبق الثانيه. يعني احنا برضو احنا لو علينا احنا كان عايزين ان احنا الاجراءات دي تخلص بسرعه. أيه. بس مش بايدينا يعني، احنا برضو ماشيين واحده واحده. وطبعا شريف هو في البدايه ما كانش عايز يلجا اصلا للقانون. ما كان هو كان عايز ان هو يحلهود. هو كان عنده امل ان لا خلاص يعني. هو يعني لما حكيت معاه امبارح، استاذني بس هرجع له بالمايك ثاني. شريف لما حكيت معاك امبارح انت قلت لي انا مش عايز اذي حد، انا عايز طبعا خلاص. انا عايز حقي بس، عشان هو راجل برضو رب اسره وعنده بيت. انا برضو لغايه اخر لحظه المفروض اللي انا يعني اللي هو عمله فيا، المفروض ان انا في اداره الانتقام وربنا هو اللي منتقم. هو تعالى اثبت حقي اولا قدام ربنا، وهو يجي يعترف بالحق اللي هو ده يعني مثلا ايه، عشان ما غلطش نفس الغلطه دي معايا شاب تاني. يعني هو ما غلطش الغلطات دي تاني مع شباب تاني لسه طالع الدنيا. تمام. او اللي هو انت شاب بتعافر وقدرت تلم بفلوس الحمد لله رب العالمين. وشقيان ده شقه 10 يعني شقه 10 سنين فاهمني. انا الاربع مخازن دلوقتي بقى مع البلاط زي اللي احنا واقفين عليه ده. تمام. وكل حاجه خسرتها يعني، كل حاجه خسرتها. فبقول له حسب الله ونعم الوكيل فيك انت يعني، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا ناصر انت وعلاء صاحبك. تمام. وانا حقي هاخده بالقانون، هاخده بخصومه منك يعني، خصومه بيني وبينك قدام ربنا. هيجي كده انا كده كده مطمن اصلا. يعني انا جوه مني مطمن. يمكن اول بس كنت بضحك عادي وبهزر ومفيش اي حاجه، عشان انا ربنا جعل جوايا يعني اكيد ما هي الصدمه بتعمل الخلل. يعني انه يضحك. لا 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 يعني هو ربنا وحده اللي اعلم بيه. يعني وهو عنده ثقه في ان حقه هيرجع. حقه هيرجع. حضرتك ما حدش بياخد حاجه معاه واحنا ماشيين رايحين نقابل ربنا، ما حدش بياخد حاجه معاه. يعني هم يلموا حتى لو لموا كنوز الارض وفلوس الارض، مين فينا واخد حاجه معاه؟ محدش ياخد حاجه معاه. بس هي دي الفكره. والفكره اللي انا قادر بالله اللي انا اعمل معاه حاجات كتيره قوي. بس انا فضلت اللي انا ارجع للقانون. ولما كلمت استاذه منى ده الكلام ده من بدري يعني الكلام ده، قالت لي الاجراء اللي احنا هناخده لو خدناه شريف، لو خدنا الاجراء ده قانوني مش هقعد اقل من سنه. فانا اقعد ليه سنه؟ انا ما دفعتش فلوس دي في سنه. انا غلطت. بالقانون. تمام. انت راضي وهتستنى ان
حقك يجي بالظبط. راضي راضي واستنى. لو قلت لك هم بعد اول لايف لما احنا طلعناها هل هناك ردود افعال؟ هل لا هم شافوني في اول لايف ده حضرتك بضحك اللي هو ايه انا مصدوم اصلا الضحك ده. لا انا بتكلم كان ضحك صدمه الاشخاص اللي هم اصحاب الواقع اللي انت بتحكيها دلوقتي اصحاب الواقع. النهارده ما كانش لينا رد على بالقانون. احنا قفلنا كل الابواب اتجاه الودي لاني حاولنا مرارا وتكرارا ان احنا نتواصل معاهم لا ولا ضرر ولا ضرار. وحبيت اعمل كذا قعده عرفيه يعني كذا قعده مع ناس كبيره عندنا في المنطقه كان بيتهرب منها مره يجي ومره تاني يقفل تليفونه ومره طب بص بعتولي اسم جدي واسم ابويا على الواتساب معايا كل دليل يعني كل كلمه انا بقولها اتحاسب عليها قدام ربنا قدام القانون. اقول لك اللي عجبني في الموضوع ان برضك يعني مأمور اسم شرطه الأربعين اشرف بيه متعاون معانا متعاونين وهم الحمد لله رب العالمين. اعمل محضر تعالى اعمل اجراء تعالى مش عارف ايه محدش ممانع خالص يعني هو كاجراء اولا مفيش خالص اي جهه ولا اي اسم شرطه اعترض في اي حاجه. نشكرهم على التعاون دوت ونشكرهم ان هو واقفين جنب شريف واكيد التعاون كله هيبقى ممثل في التعاون مع حضرتك. بس انا عايز اقول حاجه بقى بعيد عن الموضوع ده خالص بقول لاي شاب لما يجي يعمل اي حاجه يحسبها وتاكد منها كويس قوي يعني مش كل فعلا مش كل اللي بنشوفه بيلمع بيبقى دهب وان الطمع ما يخشش فيك الاول لا استخير ربنا في كل شيء مش بقول ان انا ولا من اولياء الله او لا يعني استخير اللي حواليك يعني استخير ربنا وشور اللي حواليك واساله وروح لسايغ واثنين وثلاثه واعرف واعرف شقاك قبل ما تحطه. خلي بالك ان محلات الذهب بتبيع سبائك ذهب عادي جدا. ما انا عرفت ما ده اللي خلاني اشتريت برضه عادي. يا استاذ محمد انا كنت مغيب انا اساسا يا استاذ محمد هو ايه اللي طمنه مدونه على فاتوره من محل تمام المحل دوت بدون ذكر اسماء انا ما بذكرش دلوقتي اسماء محل محترم برضه محترم ولي اسم ولي سمعه وكل حاجه وصاحب لكن المحل لكن هو ما قالش ان الفاتوره دي مش طالعه اول ما بعتنا له فاتوره ان الفاتوره دي بالفعل جايه من المحل عنده لكن بس الجرامات البند الاول والثاني في الفاتوره من عنده تمام بس طبعا الاستاذ ناصر راح مزود على الفاتوره الزبائن يعني هنقول ان هو مزور كمان اكيد طبعا هي ما لهاش معنى تاني يعني ولا محمل تاني غير زي مزود طبعا شكرا لك ويوم اتفضل ويوم ما جينا نشتري قبلها بفتره لما عرف هو اللي انا جمعت المبلغ خدنا ورحنا شقه تاني الشقه دي في برج معروف وبرده اخلي برده القانون يجيب صاحب الشقه دي اللي انا اتواجدت فيها في خلال 7 ايام وجابوا المكنه بتاعت الفلوس وصاحبه علاء ده اللي كان بيعد الفلوس دفعت مليون ونص مليون و500 والمفروض ان هو في العقد كاتب الجرام ب 1950 على كيلو ونص يعملوا 2,925,000 يعني حتى طمني ساعتها لو حقك معاك في ايدك وبعدين هو ليه اماكن يعني ليه معرض عندنا معرض سيراميك وشغال في محطه ميه هو دخل معاه من ناحيه ايه لا انت معاك ورقه ب 2,925,000 حقي معايا في ايدي ورقه ايه يعني رفعتها لا ورقه راجل موظف اصلا لا تعني اي شيء ما فيهاش خالص اي حاجه هو دخل لشريف من حته ان شريف ايه لقاه عايز يكسب طب خلاص انت من ناحيه الطمع يعني اللي هو خلاص كفايه شقه كده ودي غلطه عمري يعني وانا اديني بحاسب عليها اهو لو انا ما حاسبش عليها ما كنتش هقف قدام حضرتك دلوقتي فهمني يا استاذ محمد شبه محترم بس انا اقول لك على حاجه انا واثق في الله ان حقك يرضى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله الاستاذ مني احنا مش عايزين تقصري مع الشيخ في اي حاجه والله ربنا العالي ما هو يقول لك يعني لا هي مستبانه بصراحه هي اخت ليا قبل ما تكون موكلتي قدام ربنا هي اخت ليا والله العظيم ربنا وحده يعلم يبقى هي اكتر واحده هتحس بيها هي اكتر واحده هتحس بيها انا معايا من البدايه يعني كذا مشروع شريف داخل فيه بصراحه واعمل ايه بس اول مره على فكره انا مديون اول مره أيوة والله العظيم واجيب الناس كل ناس ليها فلوس عندي ممكن ما اجيبها قدام حضرتك وتقف وتقول لك فعلا كان داخل جمعيات واثر معانا ويعني حاجات كتيره كده حصل انا لدرجه برضو انا يعني مش عايز اذكر ولا يعني فاهمني بس انا هكتفي اللي انا هقول حسب الله ونعمل وكيله كده كده ان شاء الله حقي لو ما رجعتش في الدنيا هرجع في الاخره حقك راجع شريف بس وشكرا انك تعبت حضرتك معايا بشكرك جدا انت شرفتنا على الموقع بصراحه شكرا زميلنا جدا ليكي طبعا كل متابعين موقع بس زمان شايفين شريف يعني ضحيه للمكسب يعني هو طبعا شاب عادي عايز يكسب ولكن للاسف سبيكتين ذهب ب 2,500,000 ما يسووش 200 جنيه ما هو الذهب
طلع النحاس. كان معكم محمد الجديد.